مساء الخير تاني، رجعت لكم مع واحد انا عن نفسي بحبه قوي وكتير منكم وحشكم، بس المره دي مش جاي لوحده، جاي ومعاه مش حاجه حلوه، لا حاجتين معايا ومعاكم النهارده، الفرعون العنيد جهاد زكريا. وقبل ما هنسلم عليه هو جاي اكيد هيقول الجديد. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا رويح؟ عامل ايه؟ منورنا. بنورك. لا بجد منورنا حبيبي، ربنا يسلمك. طول عمرك مواعيدك زي الفل وليك مفاجآت رائعه، والنهارده ان شاء الله يعني هنسمع منك الجديد. ربنا يستر. وده هنعرفه. لا 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 هنسمع، والناس متشوقه انها تسمع. امسي على حبايبنا. اتفضل. محمد مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ انا الحمد لله. معايا محمد. مين؟ محمد جهاد ابن جونز جهاد زكريا. بجد؟ طيب حضرتك؟ احمد جهاد، بس مش ابن باشمهندس، انا ابن الفرعون العنيد. ابن الفرعون العنيد. انت حابب الفرعون العنيد؟ طب ما هو اتنين في واحد، ده هو الفرعون العنيد وحاجات كتير قوي احنا قلناها في الحلقات فعلا هي مش كلام، لا هي منطبقة عليه. طبعا. نرجع لبابا وبعدين نرجع لكم. بقالنا شهرين واكتر او ثلاث شهور ما تقابلناش، وانا متعود ان انا بشوفك فترات كتير، وكان اخر حاجة كان معانا الدكتور محمد القرش. الدكتور محمد القرش عملنا حاجة كويسة جدا مع شركة مقدار، دي هنعرفها في وقتها. بس النهاردة انا شخصيا انا عارف المعلومة دي، بس عايز الناس تعرفها. مقدار ده اسم مؤسسة بتاعت حضرتك. القصة عايزها تتقال، امتى المهندس جهاد زكريا اختار اسم شركته مقدار وجه ازاي وحاجات كتير، بس ايه، خد الميكروفون واديني الطلعة الاولى. اتفضل. اولا انا بشكرك تمام على المقدمة اللي بتقولها، بس فعلا انا برضو زي ما انت بتحبني وبتحب تشوفني، انا فعلا شايف ان انت انسان كويس وكان وشك حلو علينا، والبرنامج بتاعك في حد ذاته كان نقطة تحول، زي ما مقدار كانت نقطة تحول في حياتي. ده فخر لينا. وانت الحمد لله لما جيت شفت استقبالك في طبعا في المحطة بيحبوك بأمانة، بيحبوك بأمانة يعني. والله انا ربنا يديم المحبة، بس الايام جاية واكيد زي ما احنا انت قلت قابلنا دكتور محمد القرش وعملنا بروتوكول تعاون محترم، مش عايزين نتكلم عن نتائج لحد ما يبقى الموضوع على ارض الواقع تمام. وفعلا هيبقى فيه حاجه كويسه للناس كلها، لمصر كلها، كلها نخليها وقتها، نخليها وقتها تمام. كلمه مقدار تمام. مقدار هي كلمه نتجت معايا في لحظه الم، يعني الم ما اقدرش اوصفه، ملوش سقف، نفسي وجسدي تمام. كنت في مرحله من مراحل حياتي بعد الثوره والازمات اللي تعرض لها البلد، اتعرضت لاجهادات صعبه جدا تمام. وبعض الشركات الكبيره في مصر حاولت تستقطبني وتستفيد بالخبرات اللي عندنا، بس للاسف ما كانش استغلال بشرف يعني تمام. كان انت بتتعرض لاجهادات وبتبتز منك معلومات مقابل ارقام، مش هي الفلوس بس، كان المبدا في حد ذاته والوعود تمام. لحد ما حصلت ازمه كبيره، ان انا اكتشفت حالة من حالات السرقة الكبيرة جدا، والشركة دي في حد ذاتها في أزمة كبيرة جدا معروفة في مصر. فكان يستمر وارضى بالخطأ، يا ما كملش واطلع واكمل حياتي واعتمادي على ربنا، مع ان ما كانش في بديل وقتها. ليه؟ كانش في بديل خالص. انا بوضح للساده المشاهدين. طبعا ما كانش في بديل، والوظيفه اللي كنت واخدها كانت مركز مرموق وكان مبلغ معقول، معقول بتمشي بيها حياتك على الاقل ستيدي يعني. بالظبط يا فندم. فكان لازم اخد قرار وقتها، وهو ان لازم اتصرف بعد كده مع كل الناس بمقدار. 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 مقدار في المعامله، مقدار في الكلام، مقدار في اخذ القرار، كل حاجه بمقدار. يعني مش كل موقف او الموقف الواحد لو اتكرر معايا مقداره بيختلف في رد الفعل، لان ليه ابعاد كثيره جدا. هخطط لحياتي ازاي؟ بمقدار.
بس مقدار معتمد يعني يسبقه توكل، مش مقدار كده وخلاص ان انا اللي متحكم بقى الحياه معايا معادله وانا بدوس على زراير وبحقق نتائج. لا، توكل مش تواكل. ايوه توكل. ايوه فهمت. وكل شيء بمقدار طبعا. فكنت في ازمه وقاعد في المكتب وباخد قرار ان انا هسيب الشركه دي الوقتي واطلع افتح شركه بتاعتي اسمها ايه انا ما اعرفش. ايوه. فانا بحب شغل المعمل وبحب اعمل تجارب وحاجات زي كده، فبحط شويه مقادير، وفجأة لقيتني بكتب على ورقة كبيرة كده مقدار، وقعدت اكتبها كتير قوي. ايه اللي انا بكتبه ده؟ انا هطلع اعمل شركة اسمها مقدار. وكان بدأت ألم اوراقي، خدت اوراقي، استأذنت بكل شكل بشكل كويس جدا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تاني يوم كنت بعمل سجل تجاري اسمه مقدار للاستثمارات الزراعية والصناعية. ايه الاستثمارات الزراعيه والصناعيه؟ انت راجل مصنع الات، ايه اللي وداك للزراعه؟ من الالات بتاعتك بتستخدم في الزراعه. فقررت ان انا حتى الاله بتاعتي هبيعها بمقدار. كنا الاول نصنع الاله نبيعها للعميل ياخدها نكسب منه مره واحده وهو خلاص شغاله معاه العمر. تمام. فانت مش هتبيع كل يوم مكن. بالظبط. طب انا ليه ما يبقاش معايا النو هاو ومعايا المكن وابتدي اصنع المكن ده واعمل المشاريع القائمه على المكن ده بمقدار. بمقدار. بحيث برضو ما وقفش صناعة المكن للعملاء، يعني مش هحتكر الصناعة ليا. أيوة. لأن هعمل لغيري. أه. وأصنع لنفسي بس بمقدار. تمام. وكان عملت سجل وعملت شركة اسمها مقدار بلا هوية. مش عارف أنا لسه رايح فين، بس أنا عارف إن أنا هبتدي أصنع وهشتغل في الحتة دي. أنت نفذت اللي مخك بيقوله، يعني مخك كان بيتكلم كده. بالظبط. فأنت نفذت. نفذت. وكانت الشركة وبدأت أشتغل في خلال أقل من سنتين. عملنا نقلة مش صغيرة في حياتي، بل تكاد تكون طفرة يمثل منها 25% من الطفرة دي البرنامج بتاعك. شكرا. اللي جاب الصدفة البحتة. مقدار. بمقدار. لينا مقدار ان احنا نتقابل. فلما اتكلمت انت معايا وجينا نعمل حلقات الاولانية، عملنا حلقة والتانية والتالتة، وبعدها قلت لك ما عادش عندي حاجة اقولها. تمام. جيت انت قلت لي لا، في مسؤول عايز يقابلك. ايوه. وبناء عليه انا جيت واتكلمت بمقدار وجبت مقادير معايا. بالظبط. ومن خلال التعامل بمقدار تعاملنا مع المسؤول الكبير ده بمقدار، وكان في تعاون وبروتوكول، وديها برضه انا وهو مستمر وماشي بمقدار دلوقتي الحمد لله لحد ما حققنا. الحمد لله. فكلمه مقدار انا عايز افكرك بحاجه. اتفضل. بالمناسبه لو تفتكر في الحلقه الثانيه او الثالثه اللي طلعت معايا فيها قبل ما نقابل دكتور محمد القرش، ان واحنا قاعدين في المعمل فشفت البرطمانات واحنا كنا بنشتغل في التجفيف في الطماطم. فقلت لك هاتهم معانا. يعني كان ساعتها وليده اللحظه. ومحمد راح جاب وكذا، وقلت لك هتعمل بيه، قلت لك هذا انا عايزهم قدامي. حصل. ودي دولت اللي عملناهم في الحلقه الثانيه، وهي جايه كده بالظبط، ليها مقدار وليها وقت. اولا ومن الحاجات المهمه في كلمه مقدار عندي هو التسليم لربنا سبحانه وتعالى. التسليم. الله. انت مسلم بس ما انتش بتفكر، بس ما انتش معدوم الفكر. ايوه. انت بتفكر تاخد بالاسباب وسلم لربنا. التسليم لربنا دي حاجه صعبه جدا. يعني اوعى تتخيل ان انت كلمه سلم لربنا ان هي اي حد يعملها. لا، صعبه. انت لازم تسلم من جواك، نبعه من داخلك. لازم يكون جواك سلام. سلام عشان تعرف تسلم، عشان يبقى فيه تسليم. ايوه. الله. خلاص. أيوة. فما يبقى جواك سلام نفسي وان انت مطمئن طالما انت بتعمل الصح وبتاخد خطوات كلها هدفها سامي وهدفها كويس. خلاص انت جواك سلام نفسي. تمام. وراضي على اللي بتعمله. تمام. سيبها لربنا، هو ده التسليم. ما تتخيلش ان انت وظن انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا. اوعى تخيل ان انت قادر على الدنيا. تمام. وان انت اللي بتصنع حياتك. ابدا. تمام. سلم، خد بالاسباب، اعمل كل شيء بمقدار، هتلاقي الموضوع بتيجي لوحدها. تتفتح ازاي انت ما انتش عارف. هتلاقي في فواتيح بتفتح عليك. ده جالك، ده سمع عنك، ده كلمك، زي ما حصل معايا. السيناريو اللي حصل معانا ده كله لو هو تخطيط بشر، لو هو في خبير اقتصادي قاعد شغال معايا يحسب لي ويقول لي اعمل كذا، مش هحقق اللي انا بحققه ده، لان انا رحت للي مشغل الناس دي كلها. ربنا. ربنا. سلمت له. تمام. معاملتي مع اولادي مثلا احيانا هم بيتخيلوها ان هي عشوائيه، بس ده مش حقيقه، بقولها لكم قدامكم. تمام. كل تصرف قدام العالم كله. اه اه اه
انا بتعامل معاهم في كل سلوك وكل رد فعل ان كان عنيف او في صمت او في اي شكل من الاشكال اللي بتشوفوها هي ليها مقدار من لها معيار عندي كده امتى اعلي امتى اهدى عشان انا عايز اشوف ردود افعالهم. أيوة. حتى هم النهارده انا في مره النهارده صدمتهم بكام سؤال فجاه في وقت غير متوقع والاثنين جاوبوا اجابه انا كنت اتمنى هم يجاوبوا اجابه تانية بس هم جاوبوا الاجابه دي وانا فرحت لان انا خدتها. بس مش معناتها ان هم وحشين. تمام. هو الاب بيبقى له منظور مختلف بمقدار لاولاده لان هو عاوز يحط لهم مقادير تمام عشان يقدروا هم يمشوا حياتهم بمقدار برضه. عايز اوصلهم الرساله، عاوز اوصلهم رساله التسليم، عاوز اوصلهم رساله ان يبقى عندهم سلام نفسي من جوه ان بابا مش مثلا مش عشماوي زي ما بيقولوا يعني اللي هو لا بابا اكتر واحد بيخاف عليكم، بابا اكتر واحد عايزكم تبقوا احسن منه. بس انتوا مش محتاجين تثبتوا الولاء، انتوا محتاجين تتصرفوا التصرفات السليمه اللي توصلكم لسلام داخلي عشان تسلموا لربنا علشان الدنيا تمشي معاكم. بابا مش عايز حاجه، بابا مش مطلوب ان هو يسوق، مش مطلوب ان هو يمسك لكم الكرباج. ايوه انتوا افضل منه، انتوا اللي جاي، انتوا امتداده. طبعا. خدت بالك؟ استاذنك. اتفضل. انتوا افضل منه وانتوا امتداده، ده مش انا اللي بقول، ده بابا اللي بيقول. محمد جهاد زكريا. طبعا غير انك انت منورنا وعايز اقول هذا الشبل من ذاك الاسد. طبعا معايا شبلين يعني وفي اشبال تانية في البيت بس اشبال صغيره مش هينفع نجيبها دلوقتي. مقدار بتمثل لك ايه؟ هي مقدار بالنسبه لنا في حياتنا احنا او انا بالذات انا بحس ان الكلمه دي بتمثل كل التصرف احنا بنعمله. يعني انا بالنسبه لي انا كنت دايما ماشي ورا كلام بابا، يعني هو بابا بيقول لي اعمل كذا حاضر اعمل كذا حاضر. فتره بدات افكر ازاي اتصرف بمقدار زي ما هو سمى حياته مقدار، طب يعني ايش معنى؟ فبقيت دلوقتي مثلا انا رايح اتكلم في حاجه او اعمل حاجه بقيت بقعد افكر واقعد اركز كويس قوي وحطت انا هقول ايه او هعمل ايه. حتى في حياتي مع بابا ومع ماما ومع اخواتي ومع خطيبتي ومع كل الناس دي انا كل حياتي كلها ان انا بفكر دلوقتي ازاي استخدم المقدار ده في حياتي. يعني ازاي انا في المعمل انا واقف دلوقتي شغال في حاجه ازاي اقدر اخد منها اعلى بنفيت اقدر اخده منها. تمام. فدي فكره برضو بمقدار. ان انا شغال واقف مثلا موجود في موقع مثلا انا لو انا كعامل ازاي اقدر اوفر وقت واوفر فلوس واقدر اطلع انتاج. تمام. كل دي مقدار. يعني هي دي كلمه مقدار بالنسبه لي هي دي. انت بتساعد بابا مظبوط في المعمل مظبوط. انت قلت كلمه كده ازاي اتعامل مع خطيبتي. انا فاكر انت عملت مداخله في شهر اكتوبر قلت لي ده انا عيد ميلادي 21 لسه كان من يومين ثلاثه. فانت خطبت محمد؟ لسه جديد من ورايا. تمام. الف مبروك. الف مبروك لمحمد. طيب هو ما خطبش ورا فتحته. تمام. فاملي تمام كده يعني فاملي كونتراكت يا باشا احنا قرينا الفاتحه في المنيا بقى من النظام نبقى نقولها يوم ما يجي الدكتور محمد القرش. طب احنا دلوقتي معلش ده بره الموضوع بتاعنا. انت 21 سنه وخطبت تقدر تقول لي كان يعني بابا او الاهل كان بتبقى ايه المقدار بتاع انك انت تخطب وانت في السن الصغير ده وايه فايدتها؟ انا احب اسمعها او احب المشاهدين يعرفوها. تمام. هي الفكره بالنسبه يعني بالنسبه اللي انا فاهمه من وجهه نظر بابا او ماما عامه من وجهه نظر بابا ان بابا حاول يحطني في السكه الصح السكه اللي انا ابدا منها. تمام. ان انا ابدا افكر في حاجه قدامي ان انا لازم احاول احافظ على البيئه دي او المكان ده. تمام. اصنع لنفسي بيئه كويسه. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه حمايتي من الفتن ومن الحاجات اللي موجوده قدامنا كل يوم. تمام. انا بالنسبه لي الخطوبه في سن صغير انا مش شايفها في سن صغير لان الحمد لله يعني احنا من واحنا اطفال بابا وماما بيخلونا نشتغل يعني احنا اشتغلنا كل حاجه. تمام. فهو انا بالنسبه لي ده مش سن صغير بالنسبه لي طالما انا فاهم والشخص ده فاهم وهقدر احقق حاجه باذن الله. تمام. يبقى مش صغير. انا سبب سؤالي عشان بس ممكن حد من المشاهدين يقول لك ده صغير او كذا بحب افهمهم ان دي ليها مقدار او مش مع اي حد كده. يعني انت 21 سنه وما شاء الله ربنا يبارك
وده انا عارفه المشاهدين ما يعرفوش كويس، انك انت ماسك شغل مهم لبابا بيعتمد عليك اعتماد كبير، فبيحاول تديله الاعتماد الاسري. محمد انا بصفه ان انا تربيه دمياط بلد الشغل والعماله والصناعيه، احنا من طفولتنا لازم نشتغل طبعا بغض النظر عن مستواك الاجتماعي. دي معروفه دمياط بغض النظر عن مستواك الاجتماعي طبعا، وده تحتها 100 خط. ايوه يا فندم. أيوة. محمد اشتغل لحام، اشتغل براد، تمام، يعني اشتغل اعمال عنيفه جدا. محمد اشتغل يطلع على سقالات مثلا 20 متر وبقى يطلع قدامي وانا قلبي بص انت لا تتخيل. انا طبعا ببقى مطمن هو لابس احزمه الامان والحاجات السيفتي كلها. 20 متر يعني 7 ادوار يا باشا. انا ويبقى ماشي على كاميرا، انا روحي بتروح. بس لا، هو ده مصنع الرجال. هو ده مصنع الرجال. محمد انا تعاملت معاه معامله عسكريه مع ان انا ما دخلتش الجيش، بس كنت سنه عسكريه زي ما قلت لك قبل طبعا كده. طبعا. فانا بحترم الحياه دي. فبصراحه هو ولد كفء وعنده من الخبره والحنكه انه يقدر يدير حياه زوجيه او حياه اسريه. محمد النهارده في السن ده. فانا من ضمن كلمه مقدار، انا تقييم الاشخاص مش مرتبط بسن. ايوه فندم. انت بتقدم ايه؟ ايوه. قيمه اللي عندك قد ايه؟ هنا تقييمك كانسان. وحتى في التاريخ كان في امراء وملوك لمصر اصغر من 20 سنه. توت عنخ آمون. خلاص؟ ده مش معناه ان انا عشان انا صغير ما لا. تمام. لا انا اسف، انا لما بقول كذا دايما انا بحط نفسي مكان المشاهد. انا بحب اشرح كل حاجه بتخطر على حد يكون شايف. والله اسلم حاجه للمجتمع ده ان كل شاب النهارده اتعلم من صغره ان هو يشتغل بمقدار، اتعلم من صغره ان هو يشتغل ويكسب ويكون ظروفه تسمح. ما هي الظروف بقى ديت معتمده على الطرفين. على الطرفين بالظبط. يعني انت النهارده ما تجيش محمد، انا مثلا النهارده ما تجيش خطيبتي تقول انا عايز اقعد في مش عارف فين وفي كومباوند ايه وفيلة ايه. لا، انت تبتدي الحياه معاه. انا بنحطه على اول الطريق. أي. ده رساله لكل اب. أي. ما تعملش، ما تخليش ابنك يبتدي من حيث انت انتهيت. أي. غلط. أي. خلي ابنك يبتدي حياه يبنيها، بس شغله في البيزنس بتاعك وخليه يكبر. بالظبط. تمام. بالزبط. علمه ازاي يعمل جرو اب لنفسه، يعمل تنامي لنفسه. بالظبط يا فندم. لكن شيء ما هوش شطرنج. بالظبط. ما هوش شطرنج. تمام. بس استاذ احمد منورنا يا احمد. انت النهارده مع بابا، انت عندك كام سنه الاول؟ 18. بتساعد برضو بابا؟ طبعا. وفي المدرسة طبعا، احنا اجازة نص السنة وكده، فاليومين دولت لقطتك يعني. مقدار بتمثل لك ايه؟ يعني مقدار، بص، بعيدا ان هي يعني كياننا. ايوه. بس ككلمة يعني كل، يعني ما فيش حد اتبنى من غير مقدار. يعني مثلا حضرتك بتشرب مثلا شاي. تمام. حضرتك ليك مقدار سكر بتحطه، كل حاجه في حياتنا ليها الحوار ده. تمام. اللي هو بتاع مقدار. ف اسف. اتفضل. ف احنا كلنا مبنيين على الكلمه دي. فاكتر من كده ما في، اللي هو يعني ما فيش بني ادم ما اتبناش من. طيب، في حياتك وانت طالب وانت بتشتغل، هل كان في مقدار معين لاصدقائك قربك ليهم، ولا الدنيا سبهلله؟ سبهلله ده شيء رائع. لا جميل. لا ده رائع. ما هو احنا بنفضفض، خد بالك من النقطه. انا مش بقول لك كذا عشان تقول لي نعم انه بمقدار سيدي الفاضل. لا يا ريس، بص احنا قاعدين كاننا قاعدين في كافيه. كانت سبهلله. طب كان سبهلله، نكمل سبهلله. لا مش انا بفضفض يا فندم. انت يا باشا تتكلم معايا في البيت. فضفض سبهلله. احنا هنا على الهوا. حاضر يا باشا. حبيبي تعالى لي، تعالى الحمى حبيبي. سبهلله. وكانت نتيجتها ايه السبهلله؟ ما تبص لابوك ليه؟ خليك معايا انا. لا يعني نتيجتها مش وحشه، انا ما اظنش ان انا وحش. لا، ما هي مش حكايه وحشه انك انت بقيت وحش. لا يعني ممكن اكون انا خارج خروجه سبهلله، نتيجتها ايه؟ هل انت لما تكون عامل حاجه بليها تارجت معين وبتنظم حياتك بطريقه معينه، غير لما تكون سايبها بالبلدي جهجهوني؟ هو مش سايبها جهجهوني، لا، هي الفكره ان يعني من غير السبهلله دي ما كنتش هفهم الحياه. كنتش هفهمها. يعني لازم، انت جبتها بالعكس، لازم تعرف الاسود عشان تفهم الابيض. ولو دخلت في الابيض لازم بعد كده تشوف الاسود. بس انا كانش، يعني كانش ده هدفي اللي هو تبقى سبهلله. لا هي جت له هذا. طب انت سؤال على الهوا، خدت جرعتك في السبهلله ولا لسه في شويه سبهلله؟ ما اعرفش، لاني مش اكبر يعني.
لو ما جربش. طيب فاهم قصدي؟ اللي هو يعني ننهي الحلقه؟ لا لا مش ننهي الحلقه. لا ده خد بالك، ما هو اصله بيمثل يا مستر جاد، ما هو ده نوع من الشباب. اه طبعا. هو انت قلت كلمه حلوه وبتقول لي انا سالتهم سؤالين هما جابوا اجابتين مش هم اللي انا متوقع. اه فهو كله انه بيتكلم فخلاص الراجل بيفضفض. بالظبط. هو حر معاه الحريه المطلقه يعني. يقول لا يا ابني انت المفروض تقول كذا، الاجابه النموذجيه تونس. لا الاجابه هم ما يعرفوش احنا هنتكلم في الحلقه على ايه. تمام بالظبط. فانا هسال، هرجع تاني لحضرتك واقول لك القدر والمقدار، وانا عايزك تفرق لي ما بينهم او تعرف المشاهد مفهومهم ايه عندك. القدر. أيوة. القدر هو سلوك رباني، سلوك الهي. تمام. نعلم منه اشياء ولا نعلم منه الاكثر. تمام. ده القدر ننتظره. جميل. دائما. جميل. اما المقدار بنصنعه، قد تكون نتيجته قدر. وصلك الفرق؟ تمام يا فندم. يعني هو القدر دي حاجه احنا بنستناها. تمام. يعني انا قدري ان انا ابقى احسن دكتور في العالم. تمام. في الحته دي قدري. تمام. بس انا عشان اوصل للقدر ده في سلوكيات بعملها. هي اسباب بس دي ما مش هتحول بين نزول القدر من عدمه. لكن وصلك الفكره؟ يعني انت النهارده لما يكون جهاد زكريا اول من صنع ماكينه لالمانيا في 2007 ده قدرك، لكن ما جاتش في يوم وليله. لا هو قدر، هو قدري. وانا سعيت للقدر ده بمقدار. تمام. خطوات بتعملها وفي الاخر القدر ده بينزل، بس ميعاده امتى. تمام. وغير كده يعني احيانا الطموح يسمى قدر. انا طموحي ان ابقى كذا، وده قدر ان انا بقيت كده. تمام. فالطموح يلزمه قدر من ربنا. الطموح يلزمه قدر، يلزمه قدر من ربنا تحقيق الطموح. ويلزمه مقدار سلوك من الاشخاص عشان توصل ليه. هم حاجتين كده يعني ما تعرفش، زي الميشن والفيجن كده. ايوه ايوه. مش أيوه. وصلك بس في حياتك قبل ما نعمل شركه مقدار في 2019 كان مقدار المعنى ده كان عامل ايه في حياتك؟ يعني لو رجعنا ورا وانت بتسوق العربيه كان حصل ايه؟ الحاجات اللي احنا كنا بنحكيها. بص انا حياتي عشان فعلا انا ماشيها بمقدار عامله لي مشاكل. عامله لي مشاكل كتيره جدا، لان الناس بتشعر ان انت اله، انت ما انتش اله. بس هو الاخلاق هي مقدار. انت لما اجي اكلمك تبتسم في وشي فلازم ابادلك بابتسامه. بمقدارها او اعلى شويه. تمام. صح كده؟ تمام. تمام. اذا اديتني خبطه يديك زيها يديك اقوى منها. تمام. هي كده وين وين. تمام. تمام. فالحياه بمقدار احيانا بتبقى متعبه بس بتوصلك للوقت ان انت بتوصل فيه حته استدي واسترخاء، وانت وصلت المكان ما عادش حد يعرف يعمل معاك فيه حاجه. لان هم شايفين اعمده كتيره جدا، كل عمود طلع بمقدار فبقت في قوه شايلك. اولادك ابنك تعتبره عمود. طبعا. انت من الاعمده اللي انت بتبني بيها عليها مؤسستك. ما تنساش اولادك، ما تحطهمش في حساباتك، ما تنساهمش من حساباتك، تعتبرهم كالاسف التعبير زي البوبي ولا زي القطه اللي بتاكلها في البيت ولا لا. ده دول اساسك، انت من غيرهم مالكش قيمه. طبعا. كاب انت طبعا. لازم تكون اولادك تفهم ان انت بتعدهم ان هم يبقوا امتداد ليك، بس مش شرط يبقوا نسخه منك. والاخذ في الاعتبار، ما سالتهم سؤال النهارده، قلت له لو انت خدت المبلغ كذا تعمل ايه؟ كل واحد يتكلم في مشروع تاني خالص بره المشروع اللي هم فيه. وصلك؟ طب دي حاجه بسطتني. لا ما زعلتنيش. انا اسف ممكن اجاوب الحته دي حته. بس كلمه. دلوقتي انا بابا سالنا لو هتاخد مبلغ كذا هتعمل بيه ايه؟ تمام. احمد كان رده ان هو هياخد حاجه هيعدل فيها حاجه وهيبيعها. تمام. كده عمل عليها عائد، وانا فكرت في حاجه تاني برضه هتجيب عائد وقلتها. هي الفكره اللي احنا اتكلمنا فيها ان المبلغ مثلا اللي احنا هناخده ده المؤسسه عندها مش محتاجاه، المؤسسه عندها محتاجه خبره وافكار. تمام. دي اللي احنا بنحاول نسعى ليها. لكن المبلغ المالي ده احنا في حياتنا كشباب احنا فكرنا فيه ان احنا نعمل حاجه تجيب عائد تاني، يعني مش تقف، مش مبلغ ناخده نحطه في البنك، مش حاجه هاخدها اروح اجيب بيها عفش واحطها في البيت. لا، احنا قلنا هنعمل بيها بيزنس هيساعدنا. البيزنس ده لما يساعدنا هيضرك ولا هيخليك تبقى مبسوط؟ لا هبقى مبسوط طبعا. انت هو ده بيفسر لك الموضوع. هو بيفسر لي بس انا قلت له انا مبسوط من الاول. فهم فهموا الرياكشن ان انا مش مبسوط، بس انا فعلا كنت مبسوط.
طيب تقول ايه لاولادك الشباب اللي هم شايفينك دلوقتي يتعاملوا بمقدار في حياتهم ازاي؟ وتبص للكاميرا بقى زي ما انا معودك عليها، تمام؟ وتقول لهم ايه؟ يعني انا اعتبرهم هم محمد واحمد وادم وادهم ومريم وديمة الجميله، تمام؟ تقول لهم ايه؟ تقول لهم يتعاملوا ازاي بمقدار في حياتهم؟ هو انا قلتها لهم كتير يعني، بس انا بالمقدار. بقولها بقى لاولادي ولاي حد يعني. اتفضل. ما تقلقش من بكره، لان بكره مش بتاعك انت، بس كل الفكره حدد ليك هدف، والهدف ده اسعى ليه. تسعى ليه بايه؟ بالاسباب، بالعلم، بالتعلم. العلم بمقدار والتعلم بمقدار. عارف الفرق بين العلم والتعلم؟ عارف الفرق؟ جاوبه، هو بيسالك على الهوا. عارف الفرق بين العلم والتعلم؟ عارف. طب قول له ايه؟ كلمه، هو سالك على الهوا. طب العلم، العلم هو العلم جنرال، التعلم هو المقدار اللي بتاخده من العلم. فانت محتاج تاخد مقدار من العلم. مقدار استيعابك. مقدار استيعابك ده دي حته تانية. مقدار احتياجك. مقدار احتياجك للجوب اللي انت بتعملها. انت شغال في الشوكولاته، فانت محتاج تتعلم ايه هي الشوكولاته. مش شغال في الاسمده، محتاج تعرف ايه هي الاسمده. شغال في السواق، ازاي تعرف قانون المرور وقانون القياده في البلد اللي انت فيها. وكله بمقدار. لو انا بسوق العربيه ما ينفعش اعمل اكسلريشن مره واحده وهدي، لا، لازم ابقى عامل حساب اللي قدامي ده بمقدار. فخد خطوات حياتك، اشتغل الشغله اللي انت عايزها ايا كانت. مش مهم تبقى دكتور، مش مهم تبقى مهندس، مش مهم تبقى حاجه. ممكن تبقى راجل عامل نظافه، بس تبقى احسن عامل نظافه في العالم. خدت بالك ازاي ابقى عامل نظافه؟ ازاي ابقى احسن واحد عامل نظافه؟ ازاي اخد المخلفات احولها لمنتج مختلف؟ فانت بقيت عامل نظافه، بس حولت الموضوع بقى لحته ثانيه. دايما اللي انت هتشتغل فيه هو دي احسن حاجه ربنا عايزها لك. وانا ما اتكسفش من وظيفتي ايا كانت، وما اتكسفش من ما من من مستواي التعليمي ايا كان هو. المهم انا دوري ايه. انت معاك دبلوم، معاك كليه، معاك ماجستير، معاك دكتوراه. كام واحد معاه دكتوراه وكام واحد معاه ماجستير؟ بس بلا هويه. بالظبط. استاذنك، انا اسف، معانا مداخله. مساء الخير باشمهندس تامر حسن، المهندس كهرباء شركة مقدار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير عليكم. مساء الخير استاذ روبير. مساء الخير مهندس جهاد. ازي حضرتك؟ يعتبر عشرة عمر، وراجل ليه فضل عليا كتير. كل اللي اقدر اقوله ربنا يكرمه، ربنا يوفقه. تامر فتحي، يعني بصراحة عملنا، لا اوف، حتة فيها رسالة يا باشمهندس تامر، ارجوك افتح الشباك وخد لطشة هوا، مش مشكلة، بس نسمع صوتك. تمام. ايوه تمام، افتح الشباك ما تخافش. طب تمام. اتفضل يا فندم. تمام. فبحب طبعا امسي على اخويا وحبيبي المهندس جهاد. مهندس جهاد زكريا. ايوه اتفضل. وبقول له ربنا يوفقك وربنا يزيدك كمان وكمان. بصراحة هو يعني راجل بتاع شغل، راجل بيجتهد على طول دايما. بنتعلم منه كتير بصراحه، رغم ان هو في مجال غير مجالي، بس بصراحه يعني ربنا يكرمه. يعني فتح لنا طرق كتيره جدا. انا بالنسبه لي في الكهرباء فتح لي برضو طرق كتيره، خلاني اطلع من بوتقه القطاع الخاص اللي هو برضو مغلق نوعا ما على الشخصيه او على اي ممكن مهاره ممكن انت تعملها. لا، هو جرأني وخلى عندي الشجاعه ان انا ادخل في الشغل الحر نوعا ما. فربنا يبارك له. بس انتوا جبتوا الراجل ده ازاي؟ عرفتوه منين؟ لما هنا بقى الفريق الاجنبي. لا، لا انا في ايه بالظبط يا باشا؟ انت مراقب 24 ساعه حضرتك. طب ده صعب جدا. ده صعب. لا، صعب ان توصل لتامر فتحي. انت بتتعامل مع اقوى جهاز اعلامي في المنطقه. اوعى. ازاي تامر؟ يعني انا عايز افهم. باشمهندس جهاد، احنا معاك على طول، واحنا وراك على طول. مفاجاه بقى؟ مش مفاجاه، هي مفاجاه طبعا، بس دي احلى مفاجاه ليا انا شخصيا حتى. طب هما بيقولوا لي دلوقتي في الكنترول هو لازم بيقول كده عشان هو شغال مع الباشمهندس جهاد، فلازم يقول بقين حلوين. مش كده خالص والله. طيب. انا مقدار. انا
ايوه انا مهندس جهاد اتعرفت عليه في المصنع اللي كنت شغال فيه، ايوه وكان بينا تعامل في اللي هو عامل مجفف مهم جدا في الصناعه اللي انا كنت شغال فيها، وبصراحه المجفف نجح تمام لكن صناعه صعبه جدا، تمام وبدا بينا تعاون لا وكان رهيب بيسلمك انت المجفف، ديزاينر للمجفف انت كنت انت وانا كنت المسؤول معاه عن بستلم استلامه. منه، ايوه اتفضل. ومن النقطه ديت بدات المعرفه تيجي مع المهندس جهاد، وبدا يبقى في تعامل بقى في اسئله، يسالني شويه وانا اساله شويه في حاجات نوعا ما قريبه من شغلنا، لحد بصراحه زي ما قلت كده هو جرأني وعمل شركه مقدار، واهو بقت مقدار فعلا فعلا، مقدار بناتها، مقدار بالافكار اللي فيها، مقدار براءه الاختراع اللي على طول الحمد لله بنسعى ليها على طول، وبنسعى ان احنا نقدم احسن حاجه يعني. طب يعني انا بشكره وشاكر المهندس جهاد، انت اخ كبير ليا ولينا كلنا. والله مش كده يا تامر، وانا اقسم بالله يعني انا فعلا انا فوجئت ان انت بتتصل وبتتكلم، وبجد انا مستغرب، وده هيبقى في خناقه مع روبير، هو وصل لك ازاي وعرفك ازاي؟ ده ليه ده بدل ما لا 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 مش هتخانق معاك انت 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 ايه لا. ده انت ناقص تجيب حاجات انا ما اعرفهاش. لا انا عايز اقول لك في حاجات ما ينفعش تخلي الحلقات اللي طيب ماشي اقوى جهاز مخابرات. لا لا جهاز اعلامي. بص هقول لحضرتك احنا وده انا قلتها في اول حلقاتي، النهارده انا بقدم مفروض برنامج اسمه فضفضه، ولما اخترنا فضفضه سيبونا فضفض بعد اذن حضرتك فضفض شويه مع الجمهور، لما اخترنا فضفضه بمناسبه ان احنا في اول السيزون الثالث العنوان اوبن فضفضه في كل حاجه بقى في كل حاجه، لكن احنا مش ايه مش يعني منغلقين على شيء معين، وبنحاول نكلم العقول. يعني احنا بنتكلم انت النهارده مهندس كهرباء، في غيرك سمعك مهندس ديكور، في مهندس كذا، قلت جمله مهمه جدا، انا مش لازم افضل منغلق على المكان اللي انا فيه، وبرغم ان انا قطاع خاص ولكن الراجل دوت قطاع خاص بشكل مختلف، اداك كرييتيف، انت بقيت بتبدع في اشياء معينه، طلعت معاه فوق، اشتغلت معاه بقالك سنتين مثلا او سنه ونص، فرقت معاك، وده لسه هساله دلوقتي. ده انا انا يعني معلومات انا عارفها بس بسمعها لاخواتنا لزمايلنا اللي هو قاعد دلوقتي وفي نفسه وممكن انا كنت واحد منهم، اللي هو يقول لك ايه يا اخي الحاله وحشه، انا راجل، انا بالنسبه لي انا اعمل في مجال السياحه، كنت السياحه ما فيش سياحه وكورونا وصعبانيات وبكائيات وكده. لا فانا بجيب مثل اهو، انت ابتديت تشتغل وعملت ريسك، يعني انت في ريسك وده عايزك تقوله دلوقتي، انت لما مشيت مش اول ما قالك تعالى انت رحت، وهل انت ندمان ولا فرقت معاك ايه؟ ده انا عايزك تقوله دلوقتي بصوتك للناس، اتفضل. هو عشان كنت انا صريح مع الناس، انا في الاول كنت متخوف من الموضوع، لان انا اتعودت خلاص هي وظيفه وانت بتحاول تجتهد فيها وخلاص، تمام. بس برضو انت محكوم، يعني انت حتى في الوظيفه لما تبقى شغال في قطاع خاص نوعا ما محكوم، ما برضو ما بتقدرش كراجل مهندس ما بتقدرش تبدع او تخرج الـ كل اللي جواك. سبحان الله، يعني المهندس جهاد اهو تعرفنا على بعض، ارتحنا لبعض جدا في الشغل، ودي حاجه مهمه جدا خاصه يعني لما نكون اثنين مهندسين في مجالين مختلفين اللي هو الكهرباء والميكانيكا اللي هو بيكملوا بعض، تمام. وعلى فكره وهو في الكهرباء برضو مميز جدا طبعا، برضو يعني دي حقيقه فعلا، ده نفذ لوحه كهرباء في المانيا، ده راح عملها هناك الشقي دوت، انا على يدي صح يا ريس ولا انا غلطان؟ هو كان بيقول لي لا اتجرأ اكتر، انت فيك الموهبه انك تقدر تعمل حاجه لو انت في شغل حر، يعني تقدر تبدع اكتر من كده، تقدر تبان، تقدر يبقى ليك كيان. انا كنت متخوف في الاول بس فعلا لا، انا لما سمعت كلامه انا مش ندمت بقى يا استاذ روبير، لا ده انا بقول يا ريت كان الموضوع ده تم من سنين، بس الحمد لله الحمد لله دي إرادة ربنا، كل شيء تحت السماء وقت وليها مقدار، بنحاول من ساعة ما ابتدينا والحمد لله، واهو عملنا مقدار ومسجات طبعا للفضل في الكلام ده، وبقت مقدار الحمد لله زي ما الناس بدأت تسمع عنها وبدأت تشوف إمكانيات مقدار إيه، بدأت صغيرة جدا بس
الحمد لله هي دلوقتي بقت اشبه بالكيان وهتبقى كيان كبير ان شاء الله. وانا بقول لك اهو يا باشمهندس جهاد، مقدار هتبقى كيان كبير باذن الله يا رب ان شاء الله بمجهودك بناسها، وانت تستحق ده، واحنا كلنا بنحترم فيك الجراءه اللي انت عودتنا عليها، لان انا فعلا ما كانش عندي الجراءه ديت. وده انا يعني حتى الناس اللي سامعاني انا بطلب منهم فعلا، يعني الموضوع محتاج جراءه مش اكتر من كده. طالما انت واثق من نفسك عندك الجراءه دي تقدر تعمل حاجه واثنين وثلاثه واربعه، تقدر تخرج كل اللي عندك، تقدر خاصه لو في مجال الهندسه او مجال الفنيين او كده يقدر ان هو يبدع بصراحه. يعني احنا في مصر هنا الحمد لله عندنا الكوادر ديت، وانا بشوف الموضوع ده قدامي يعني. وانا بشكرك يا باشمهندس جهاد، انت اخ ليا والله، انت لحد جميله تاني. الفرصه ديت انا كان نفسي اعمل حاجه زي كده وفاجئ المهندس جهاد ويا رب تكون فاجئ حضرتك. احنا بنشكر حضرتك ونتمنى دايما ان شاء الله تبقى مؤسسة مقدار في ازدياد برئيس مجلس الإدارة وبالكوادر المحترمة اللي زي حضراتكم. شكرا مهندس تامر. شكرا. اسمح لي أقول حاجة بسرعة. اتفضل يا فندم. لو في وقت. اتفضل يا فندم، في ليك كل الوقت. المهندس تامر فتحي طبعا أنا بوعدها تاني، أنت وصلت للشخص ده إزاي؟ دي شطارة إعلام. دي واحدة. اتفضل يا فندم. الجزئية التانية. هو أنت لوحدك يا عم المبدع ولا يا فندم أنت؟ يا عم كل واحد إيه؟ مبدع في مقدار في مجاله. ماشي. سعيد بلقائك، اتفضل. ماشي يا أهلا يا حبيبي. تامر أنا في حلقة من الحلقات معاك في السيزون اللي فات. أيوة. قلت لك إن في مهندسين محترفين في مصر. أيوة. بس ما عندهمش الجرأة. أه. والجرأة ديت هي التسليم. أيوة. اللي بتطلع من السلام الداخلي. تمام. السلام الداخلي اللي لما انا اخطو خطوه قدام وما اخافش منها، دي اللي اسمها الجراه. تمام. هم بيسموها جراه، هي مش جراه، هي سلام من جوايا. أيوة. انا رايح اعمل حاجه صح مش رايح اعمل حاجه غلط. تمام. تمام؟ تامر ده من المهندسين يعني المبدعين. جميل. فعلا بس كان قافل على نفسه قفله غير طبيعيه. انا شفت فيه نفسي في الكهرباء، وانا مش مهندس ميكانيكا العلم، انا باور الكترونكس، انا تحكم كهرباء. انا لقيته قال ميكانيكا فانا قلت بس من كتر الخبره بقينا شغالين في الميكانيكا. تمام. فتامر ده فعلا من الناس الجميله جدا، قليله الكلام، تقريبا ما بيتكلمش، بس تديله جوب يخلصها، وبيخلصها على اكمل وجه، وبيقبل النقد غير الناس الثانيه. في مهندس يبقى معاه معلومه واحده قد كده، هو مهندس تافه. تامر امكانياته بلا حدود، وعنده استعداد يعترف ان هو ما عندوش معلومه ويتعلم تاني. أيوة. عشان كده ملوش سقف، وده هيبقى كويس جدا. تامر ده لو انطلق بحريه اكتر صدقني محدش يقف قدامه في مصر كلها في الكهرباء، من اول الكهرباء الضغط المنخفض لحد الضغط المرتفع. دي شهاده كبيره قوي يا فندم. انا بقول الكلام ده واتحاسب عليه. لا طب ما ده شيء بس رأى. بس آه. لو كل المهندسين تعترف ان هي ما بتعرفش. تمام. وتبقى عايزه تعرف. تمام. في فرق كبير جدا بين معلومة أنا أعلم وأنا لا أعلم، وأنا أريد أن أعلم أتعلم اللي هو التعلم. أنا كل يوم لازم أتعلم. آه. ربنا يوفقه تامر، وتامر حد جميل، وهو وصفني بوصف أنا ما تستحقوش أصلا. بس فأنا هتخلي معاك برضو إذا جبت تامر. طيب أنا أستأذنك هنطلع فاصل صغير. طب ما فيش وقت الفاصل، خلينا إحنا مع بعض. لا بس احنا عندنا وقت كتير يا استاذ محمد يا شاهد، راجع بس الساعه الله يبارك لك. احنا في السيزون الثاني وجايين سخنين دلوقتي. احنا عندنا المهندس تامر. كام تامر عندنا زي كتير كتير، بس ما فيش سلام داخلي عنده. طيب نعمل ايه عشان نقول ان في سلام داخلي؟ بمعنى يعني انا النهارده انا مهندس وعايز ابقى زيه واشتغل معاك في الشركه العظيمه وكده، يعني اعمل ايه؟ ما يعني اديني روشتة يا دكتور. روشتة صعب، اصعب علاج. حاول. بص هي اول حاجه احنا بلدنا عشان تتبني مش محتاجه موظفين خالص. ايوه. بلدنا محتاجه مبدعين وما اكثرهم. تمام. بس لقمه العيش خلت بتعمل طبقه صدى، طمس للابداع، صدى طم صدى على الابداع. عايزين نصنفره. تمام. ازاي تخلي المهندس يبدع؟ دي اول حاجه، ان مش كل مهندس يدور على مكتب.
مهندس المكتب ده يضرب نفسه بالنار في ميدان عام. انت جهاد زكريا المهندس العالمي قال لك ايه؟ المهندس يبقى الورشاجي. مهندس ورشاجي. طبعا. فانت داخل كليه هندسه عشان تبقى المهندس. اقعد في بيتكم. خليك في بيتكم احسن. انت بتحب الهندسه وخدتها من معهد، خدتها من دبلوم، خدتها من كليه. انت مهندس فعلا. تمام. عشان تبقى مهندس لازم تبقى عملت بروفايد، انتجت حاجه، في حاجه على ارض الواقع انت عملتها، انت كده انجينير. لكن انا عايز اخش البس البدله كرافتة، وانا المهندس وانا المدير وانا القائد. انا بعمل كده في اولادي، محمد ابني مهندس زراعي. تمام. نو واي، ما فيش حاجه اسمها صاحب قرار. انت مش صاحب شركه. انت موظف في المؤسسه، مش موظف. انت فرد في المؤسسه. تمام. ليك دور. بس هو مش بيطمسنا، هو الفكره اللي هو بيقولها دي، هو بيفهمنا الفكره بتاعت اللي هو انت فكر، بس انت ما تقعدش على المكتب. يعني أيوة. انت مش بتاع المكتب. ما فيش مكاتب عندنا. تخش تدي لحد اوردر، بس انت كبير. تمام. تامر من ده. تمام. بس للاسف اخر نفسه كتير. بس هو النهارده انا فرحت قوي باللي هو بيقوله. تمام. وهو العيال ما هوش موظف في مقدار خالص. تمام. ده هو بيعمل شغل المقدار خاص. الفكره يعني احنا مختارين المهندس تامر بعنايه، ودي مقصوده علشان نعرف الساده المبدعين اللي معاك. انا مش هقول موظفين، المبدعين اللي معاك. ده مثل حي، يعني ممكن المهندس تامر عارفينه بيشتغلوا تحت ادارته في اشياء، مش عارفين اللي قاله دلوقتي، مش عارفين ان هو كان مثلا شغال في حاجه معينه وبعدين حضرتك استقطبته او عرضت عليه الامر فقلق ويفكر طب انا اروح ليه، طب انا ماسك في ديت. لا، حب يطور من نفسه، في تطوير. احد المهندسين المبدعين. أيوة. العباقره. أيوة. اللي انا اعرفهم. تمام. امثال تامر. تامر سمع الكلام. تمام. الشركه اللي هو شغال فيها عطياله بوزيشن حلو ومديله عربيه. الشركه قررت تاخد العربيات من الناس. بقى عنده السياره. ما تبنيش حلمك على حلم غيرك. بالراحه كده عشان انت بتقول كلام بحب ايه اسجله في حياتي. النهارده الشركه ما تبنيش حلمك على حلم غيرك. طب قولها كمان مره عشان خاطر. ما تبنيش حلمك على حلم غيرك. ما تبنيش حلمك على حلم غيرك. والكلام لينا كلنا. ما تبنيش حلمك على حلم غيرك. الله كمل. لا اصل انت ساعات بتيجي بحتت كده هي بتقع كده. لا بتمسني قوي وبحب اقعد اكررها عشان تتحفظ. بص احنا ما توعدش حد وانت ما توعدش حد وانت أيوة. سعيد. ايوه. وما تجازيش حد وانت غضبان. ما توعدش حد وانت سعيد. وما تجازيش حد وانت غضبان. تمام. خلاص؟ وانت رايح تعمل ديل معين مع شخص يقول لك احنا المؤسسه بتاعتنا ان شاء الله هنعمل مصنع وهنعمل 20 مصنع و700 الف مصنع وامتداد، يحسسك ان هو رايح في كذا. ابني حلمك على الستيب اللي انت فيها. المكنه اللي هتاخدها مني بكام يا عم الحاج؟ دي بس. دي خلصت. نيكست. بس الله يفتح. مفيش نيكست. خلاص انا خلصت الديل وطلعت منه كسبان. تمام. ما تقولش انا هبقى في المكان ده بعد 10 سنين هيبقى مرتبي كذا. أيوة. انا مرتبي كام النهارده؟ كام النهارده وانا بستفاد بيه ومغطي تكاليف يعني. أيوة. احتياجاتي ولا لا النهارده. ايوه ناو. ايوه. من ضمن احيانا تيجي تدخل شركه يعمل لك سي في كده في الاول يقول لك المرتب المتوقع كام؟ واحد يقول 800 جنيه، وواحد يقول 5000، واحد يقول 20000، واحد يقول 70000. تمام. بياخدوا ال 70000 يجيبوه، تعالى انت بتعمل ايه بالظبط؟ احيانا ابو 800 ده في من العبقريه وفي من العلم اكتر من اللي ب 70، بس اللي ب 70 ده عنده ثقافه كده شويه، بس ده بيبقى ايه طفره وبتقع، يعني بيتكشف بسرعه. واخد بالك؟ ايوه. فالمهندس اتجرأ اشتغل. ما تفرحوش باحلام الناس. قدم مهمتك بس شوف شغلك بعد الظهر، انت لسه طاقه، انت لسه عندك باور، بتشتغل من الصبح للساعه 4، اطلع من 4 افتح ورشه صغيره، صلح عربيه. يصلح جهاز الكتروني، صلح اجهزه كمبيوتر، اشتغل بعد ده. المؤسسه الصغيره اللي تبنيها جنب البيزنس بتاعك دي اللي ممكن تكبر وتشيلك، والبلد ده اللي عايزاه، عايزه السباك وعايزه النجار وعايزه عايزه الصنايعيه. انت قلت صنايعيه والفلاحين. والفلاح صنايعي وفلاح. بالظبط. انا بتكلم عشان بتكلم على المهندسين. براجع على زراعه وصنعه. هم دول اللي هيبنوا البلد. اما موظفين انا مش عايز موظفين خالص. خالص. انت مش شايفها؟ لا يعني مش. لا هو ليها لهم دور. بس مش هم البيز. البيز هم اللي تحت، هم دول اللي يشيلهم. البروفايدر اللي بينتجهم، اللي بيطلعوا انتاج. اما الموظف وده
ودوت انتوا دلوقتي برضو يعني هندي بس تنويه، ده اللي انتوا بتعملوه دلوقتي في المنيا يعني يا فندم. وزارة حضرتك الزراعة، وزارة الزراعة احنا بنتعامل معاها كأنها كيان وين وين سيتويشن، اديني وديك تمام، بيتعامل معايا كأن احنا بيزنس تمام، عندنا هدف مجتمعي، عندنا هدف مجتمعي تمام. بس مش على خسارة، ما نخسرش الدولة. أيوة. لا الدولة لازم تكسب. أيوة. وانا اكسب. بص يا فندم، وصغار المزارعين بيكسبوا يعني، ده هو ده هو تارجته ان صغار المزارع يكسب. مشروع برايم ده برضو، احنا كل ده يا جماعة احنا بنتكلم دلوقتي في حاجات دي يعني في حلقتين ثلاثة بعدين هنتكلم، بس لما المشروع يشتغل هنفتح ده. الحكومة مهتمة جدا على فكرة باشمهندس جهاز، ده قطاع خاص مش له دعوة بالحكومة، بس تعاون مع الحكومة علشان صغار المزارعين، علشان كل قطعة أو كل ثمرة بتطلع من الأرض الطيبة من مصر ما تترميش، بتفعل وبتستخدم. ده هنعرفه، احنا قلناه بس هنعرفه تاني. أنا آسف، اتفضل يا فندم. فاحنا النهارده في برضو حته برضو انا يعني بتضايقني وبتفرحني الاثنين. ايوه احنا عاملين زي القط والفار. ايوه رجل اعمال والحكومه بقوا عاملين زي القط والفار. رجل اعمال شايف ان الحكومه عايزه منه كل حاجه. ايوه والحكومه شايف ان رجل اعمال عايز منها كل حاجه. تمام، مع ان الهدف واحد. تمام، فما انا حصل بيني وبين البروتوكول ده التعاون، انا فوجئت بحاجه غريبه جدا. انا راجل بقول لهم يا جماعه اللي عندي اهوت، انتوا عندكم تديهولي، طب احنا عندنا ده وانت عندك ده، يلا نتعاون. لقيت الموضوع سلس. اولا هي خدت بالك من الحته دي؟ تمام. سلس، ما هوش قاعد له ولا انا قاعد له. احنا الحلقه دي لما عملناها وحضرتك كنت قاعد هنا ودكتور محمد القرش قاعد مكان حضرتك، فانا ساعتها فاكر قلت بالنص ونقدر نرجع الحلقة، قلت لك الحكومة مدلك ايديها انت تعمل ايه، وبصيت لك الناحية دي قلت وانا مستعد. وكان منها انا شخصيا، انا بامانة بامانة وبقولها، انا استغربت انا بالبلدي، وما تزعلش مني يا دكتور محمد، انا قلت كلام جرايد، لكن احنا طلعنا قبل ما نطلع برا نركب عربياتنا واحنا هنا في الاستوديو، كان في قرار، كان في قرار، كان في قرار، وده هيتقال تاني لما يجي دكتور محمد القرش، كان في قرار وفي تفعيل تليفون، كنا اتكلمنا ساعتها كنا 11 ونص تقريبا ولا ايه بالليل، اتصل وفي ارض واخدنا معاد وروحنا. احنا صورنا على فكره، احنا مصورين في شهر 12 وده هنعرضه بعدين. لا احنا النهارده انا بتكلم بامانه بامانه، واللي عايز يقول تطبيل يقول، واللي عايز يقول لا ما هوش تطبيل يا رب، ما هو مش تطبيل، ولا تطبيل ما يسمعناش، في ناس شايفانه دلوقتي هتقول كده ما يسمعناش. أيوة. خليه شوفنا بعدين، احنا ده هتشوفوه بعينيكوا، انا مصوره والارض ما فيهاش حاجه خالص والحته مهجوره وشكلها كده، وهتبقى ازاي وبقت ازاي دلوقتي، بس انا عرضه كله. والمكن بيصنع مكن حاجه فخر لمصر، فخر لمصر والدول كلها. احنا عشان تبقوا انتوا فاهمين حاجه، سياده الرئيس في كل وزاره فيها شباب زي دكتور محمد القرش، في كل وزاره، كل نوع وزاره شغالين بنفس الدماغ، اللي هو شوف انت الرئيس بيقول لك ايه، ده هتعمل ايه 3 سنين، يقول لك سنه. ازاي يا رئيس؟ هي سنه. حاضر يا فندم. بيكلمني الساعه 6 الصبح، بيكلمك 6 الصبح؟ والله العظيم انا عمري ما شفت مسؤول خمس يعني الفجر جدا، انا مثلا بقوم لوحدي الفجر. طبيعتي كده بقوم بدري، والله العظيم عندي رسائل ولاجع على التليفون 6 ويتصل بيا وعملت ايه لا ده بيجري ورايا، لا الناس مهتمه ان يحصل حاجه. ده 6 الصبح، لا ده في عنوان كده انا قريته عندهم، ازرع صح، يقول لك ازرع صح. لا ده عملوا ديل كده اسمه كده ازرع صح. بيبعدوا عن كل الزراعات اللي بعيده عن الكيمياء اللي فيها مبيدات كيماويه او اسمده كيماويه، بيشتغلوا النهارده كله عضوي. ايه ده يعني زراعه اورجانيك، ازرع صح. الجامعات كلها نداء كده، ادخل وزاره الزراعه على بابها كده بروتوكول كده كبير جدا ومنظومه نازله اسمها ازرع صح. احنا بنغير شكل الزراعه. لا هو في فعلا في اعداد، بس خلي بالك مرحله الاعداد يا روبير دايما اما يكون بيصلح عربيه وشال الرفرف بتاعها منظرها بشع.
مجرد الرفرف يركب بقت حاجه تانية خالص، بس لازم الرفرف يتشال عشان تظبط الميكانيكا اللي جوه. احنا في المرحله دي، في مرحله شيل الرفرف. احنا العربيه من غير كفر الوقت. شكلها بشع. شكلها بشع، ولكن هي بتتقفل صح والله في حدود من رؤيتي والمنظور بتاعي في الحته بتاعتي. هو ده انا شايف كده. طيب ما دام دخلنا في النقطه دي معلش، واسمح لي، مقدار دورها ايه في حال، بس من غير تفصيل عشان برضه هنحتاج نتكلم وبعدين يبقى مفاجاه، دورها ايه في البروتوكول؟ يعني تعرف تديني كده حاجات من فوق الوش؟ مقدار يعني كانت هي لها الفضل الاول بعد ربنا طبعا، ان احنا هننشر ثقافه التجفيف. تمام. التجفيف كل المنتجات الزراعيه، يعني موسم البطاطس اللي متدمر السنه دي مثلا. ايوه انا عارف. منتهي. خلاص الفلاح مش عايز يشيلها من الارض، وعايز مش جايبه تمن جمعها، مش جايبه تمن جمعها. احنا بفضل الله في مصنع سيتم من المصانع اللي كانت متوقفه تمام الكبيره في مصر، تمام، قطاع خاص، تمام، لاسباب، تمام. مقدار استلمت المصنع ده، عملت له ريستارت وعملت له اعاده تهيئه، وخلاص هو خلال يومين او ثلاثه يدور، ناخد البطاطس اللي موجوده حاليا في السوق، هنطلع بها منتج مطلوب تصديره من خلال وزاره الزراعه. انت متخيل الرقم؟ انا متخيل. يعني انا في مثلا عقد كده في وزاره الزراعه طالبين مننا مثلا رقم خزعبلي. المصنع ده لا يمثل 15% من الرقم المطلوب ده. المصنع ده ما يدور ويطلع الانتاج، انا هعمل مصنع تاني الصبح، لان انا بايع قبل ما منتج. تمام، خدت بالك؟ فلا في 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 نهضه جايه كبيره جدا. فمقدار كان لها دور ان هي بتحول الخساره لمكسب. تعظيم 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 المنتج اللي، أيوة، اللي يكاد يكون خساره نحوله لمكسب. تمام. وده هدف وزاره الزراعه، ان احنا ازاي الفلاح ما يخسرش. ده العنوان. واتنين فوق يكسبهم. وزاره ما تبيع الرصيد الاستراتيجي للدوله هيرتفع، هيبقى عندك المخزون الدولاري اللي نفسي يبقى مخزون جنيه مصري ما يبقاش دولاري. ايوه امنيه حياتنا طبعا. ايوه لا وان شاء الله. بص احنا 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 دايما بنلعب في البرنامج هنا على تعظيم قيمه الجنيه. انا عندنا احنا صناعات قويه جدا اللي هي الطماطم ب 70 قرش يا روبير. طيب ب 70 قرش. طيب احنا بنعمل طماطم باودر وانت شفتها دي اللي نازله. ايوه يا فندم. لا احنا عملناها لما كانت ب 14. لا ده النهارده والله العظيم النهارده الساعه 6 الا ربع الصبح جالي رساله من الدكتور بيقول لي التحليل طلع فير. يعني ايه التحليل طلع فير يا دكتور؟ يعني تشوف بقى الدقه، ان احنا هنحلل الطماطم ديت ان هي خاليه من المبيدات. طب ما تفرحنا يا فندم. والله العظيم الرساله اوريها لك. تحب تمام لو قلت لك كنا صورناها على الشاشه. التحاليل طلعت كويسه وخاليه من المبيدات. تمام. ايه ده؟ يعني اي دوله اوروبيه او دوله اللي هم بيقولوا الدول ما فيش يعني انت زارع زراعه نظيفه. انت اورجانيك. انا واخد ارض واخد طماطم من فلاح وتطلع بالشكل ده من امتى؟ احنا كنا بناكل الطماطم عليها الكبريت وعليها او عليها في، لا في حاجه كويسه بتحصل. في تغير. في حاجه كويسه بتحصل. فيها حاجه حلوه. فيها حاجه حلوه. والله فيها حاجه حلوه. طيب بمناسبه ان فيها حاجه حلوه خليني معاك انت يا احمد. لا 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 بجد انا عجباني تسريحه شعرك دي. انا كان نفسي من زمان الحقها التسريحه دي. انت موقفها ازاي كده يا احمد؟ يا ابني بص لي انا، انت مالك مال ابوه؟ انت هنا في التلفزيون يا ريس. عارف. ايه رايك في الكلام العظيم اللي بيقوله بابا؟ انت كشاب 18 سنه. لا والله انا قاعد دلوقتي يعني بيقول حاجات هو عمال يعني بستفيد دلوقتي وانا قاعد. ده في حاجات كمان بيقولها زياده. اول مره تسمعها. طب يعني قاعد هنا فيها فعلا علم على بخته وانا قاعد عمال اسمعه فعلا. يعني احنا او انت ما تقعدش مع بابا في البيت مثلا؟ يعني لازم نيجي نقعد هنا. لا هي الفكره ان احمد بياخد، احمد دلوقتي قاعد شايف بابا منظور وفي البيت شايفه منظور تاني. فهو هنا بيستفاد منه كرجل اعمال مش كبابا، لكن في البيت ده بابا. بابا دايما بيقول. فاحنا لا احنا في نقطه عايز اقولها لك. هو بابا لما بيجي هنا هو بيجي عشان احنا كلنا بنستفاد. وده انا يعني بكلمك بامانه ربنا. يعني انا شخصيا دايما انا كنت بقولها ان لما بيجي انا باخد منه طاقه ايجابيه. يعني كل ما تلاقي الواحد كده تحس انه خلاص انطفى والدنيا كده، فالبريق اللي في عينيه والباور اللي عنده ده نعمه من عند ربنا، ربنا يزيده فيها، بيدينا كلنا طاقة إيجابية. وده النهاردة احنا شفناه وهو داخل الاستوديو. ما جاش بقاله 3 شهور. فالناس باشمهندس جهاد، فمع انه ضيف يعني مع احترامي لحضرتك انا اسف انت ضيف، فعادي بقى تتنسي بيجي كذا ضيف. لا فانت مد علامة. ده بيبوسوني برا مش خايفين من كورونا. طب بمناسبة كورونا بقى. بمناسبة كورونا معلش قبل ما نختم.
مقدار جالك كورونا، جالي كورونا والجماهير اول مره تسمع الكلام دوت. لما جالك كورونا يا فندم عملت ايه وكانت فرقه معاك ازاي؟ واحد انا ومن الناس اللي انا كنت شايف ان كورونا ده موضوع، انت قلتها لي، قلت انت قلت لي قصص وهميه. لا انا خدت كورونا زي ما الكتاب بيقول، النفس والعظم وعدم التذوق خدتها كامله. ايوه ونمت في البيت وخدت البروتوكول طبعا وربنا كرمني وقمت منها بالسلامه. تمام. فعلا حكومتنا خايفة علينا، دي حقيقه. الحمد لله ربنا عافاني، وانا متاكد اللي انا شفته من طريقه التعامل والبروتوكول اللي تم معايا انا شخصيا، لا الناس دي عارفه بتعمل ايه. ومش بعيد عندنا اللي مش عند حد. ومن ضمن الحاجات اللي الدكتور قالها لي، قال التطعيمات اللي احنا بناخدها واحنا صغيرين اللي بعض الدول عندها اختياري، دي كانت من ضمن الاسباب اللي خلت جسمنا يعمل انتي بوديز ويعمل مقاومه كويسه لده. انا كانت الحاله عندي صعبه جدا جدا. كنا قلقانين عليك. تمام. ولا وربنا نجانا وعدينا. فيا جماعه لا كورونا، في كورونا، في كورونا. لا في كورونا، في كورونا. انا خدتها. تمام يا ريس. وخدتها يعني انا بعمل اشعه مقطعيه كورونا. بشكر حضرتك وبشكر الاشبال ولاد حضرتك كنتوا معانا النهارده، وكل شيء بمقدار ان شاء الله. ومقدارنا في الحلقه دي خلص الحمد لله، ولينا مقدار تاني هنتكلم في حاجات كتير. اعزائي المشاهدين، كان معانا النهارده في الفضفضه مهندس الفرعوني العنيد جهاد زكريا، ومعاه ابنه محمد جهاد واحمد جهاد، ضيوفنا. استفدنا بمقدار، ونرجو انكم تكونوا استفدتوا وسمعنا المهندس تامر عمل ايه بسبب المهندس جهاد زكريا وبيوصل لفين وهيوصل لفين. كل يوم خميس من 10 ل 12 معانا، ومنتظر مقترحاتكم على 012-763-3570. يا ريت لو سمحتم تدونا اقتراحات عشان ننفذها لكم، كلنا مراسلين في جميع مصر. اي حد عنده شيء مميز يا ريت يقوله لنا، وتصبح على خير.